حسن النهارده طبعا احنا طبعا الناس يأست بعد 9 ايام رد، يعني منتظرين رد الشركه عندنا، وبعد 19 يوم اعتصام ضد مجلس الوزراء النهارده كان اليوم الحاسم في ان الشركه ترد علينا. وطبعا لما ردت رد رد سلبي، العماله اللي اتسرحت مش هنرجعها، بل ان عماله شهر 7 وشهر 8 هيتم تسريحها. ده رد كتابي وموثق، واتبعت نسخة لرئاسة الوزراء ونسخة لوزير القوى العاملة ونسخة لوزير البترول. وبناء عليه الناس طبعا انفجرت، لان طبعا محدش بيحس بيهم، محدش بيسمع لكلامهم، فانفجرت. فطبعا حصل طبعا يعني ايه كلمة من هنا وكلمة من هنا، طبعا الضابط طلع قال كلمتين خد بالك، فطبعا الناس يعني ايه استفزوا، فالناس صارت، يعني شبه دخلنا في بعض، بس يعني ما نلحقش، يعني ما حدش يحكم. في اتنين مننا اتخبطوا والاسعاف جت شالتهم، لسه ما جوش لحد دلوقتي في المستشفى. الدكتور هشام قنديل وهو خارج من الوزاره طبعا شاف الخيم بتاعتنا، ادى اوردر للضباط ان هم يشيلوا يفضوا الاعتصام ده كله ويشيلوا الخيمه ديت. جه ضابط دلوقتي هنا يعني بياخدها ودي، بيقول لو ما شلتوش الخيمه دي ودي انا هضطر اشيلكم بالقوه. دي اخر حاجه احنا فيها. زي ما حضرتك شايف احنا دلوقتي يعني بقينا ايه، بقينا قوي بياكل الضعيف، ولا حياة لمن تنادي، مش عارف نعمل ايه.